نتواصل أكيد مع كل المشاهدين عبر صباح الشروق. من الشعوب ولكل أمة من الأمم ماض وحاضر وتاريخ يتعلق بتفاصيل الحياة، حيث يبقى الإنسان مرتبطا بتلك التفاصيل التي تمثل في أغلب حلقاتها الموروث الذي يعبر عن الوجدان والمشاعر. آلة الطنبور حبيبة القلب والروح لدى عموم سكان الشمال وفي ديار الشايقية بصفة خاصة، والتي يرجع تاريخها إلى عصور قديمة. في هذه الديار يأتي الكلام عن آلة الطنبور بطعم مختلف باعتبارها تمثل عمقا في وجدان الناس هنا، كما أنها تمثل اليوم رمزا للمحبة والتواصل بين الأجيال. الناس هنا يعتزون بآلة الطنبور أيما اعتزاز، حيث إنها تأخذ أشكالا متعددة ومراحل متباينة من التصنيع والتركيب. الأنغام التي تنساب من أوتار الطنبور تتشكل على مستويات عديدة وبمراحل تتحكم فيها قدرة الإنسان على التعامل مع هذه الآلة، إذ برع إنسان الشمال وبصورة كبيرة على تطويعها والتلاعب بها والتغني على أوتارها. أحكي لهم حالنا كيف كان يوم سفرنا، صب دمع الفرقة يوم صفر قطرنا، من تعز رباك يوم نداك بكينا زي لا من فترنا، نحن من قطرة بكانا لم يتعبرنا، من تعز رباك. يحكي الناس عن هذه الآلة بكثير من التقدير والحب، وعن علاقتها بإنسان المنطقة بشيء من الفخر والاعتزاز، كما يرون فيها المتنفس